في ستات كتير خدوا خطوه الاجهاض بسبب ان هم مش فاهمين. بالظبط مش فاهمين بالزبط. ودي خطوه يعني احنا بعد ما الرحله دي كلها اللي حصلت معايا يعني احنا بنفكر نقول طب احنا لو كنا عملنا كذا كان هيبقى احساسنا ايه يعني. نعم. دي بالنسبه لنا كانت هتبقى صدمه بشعه يعني. نعم 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 تصوري. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الف حمد لله على سلامه البيبي. الله يسلمك. وانا من الفيديو ده بقول لكل الامهات اللي بيتقال لهم سمك القفا كبير ولازم تسقطي البيبي، انا بقول لهم ان ده مش صح وان دي مش حاجه مفروض نعملها على طول. كان زمان سمك القفا ده حاجه بالنسبه لنا ليها علامه ودلالات، دلوقتي مش معناها ان هي يبقى ان البيبي عنده داون سيندروم، لا ممكن البيبي يكون عنده تشوهات في القلب، لازم بنفحص قلب البيبي بدري جدا جدا، ودلوقتي بقينا بنعمله في الاسبوع 11 لل 13 مبدئيا. بنحاول نطمن الناس في الاول على الحاجات الاساسيه، بنسحب عينه من المشيمه او من السائل الامنيوسي، بنفكر في بانلز يعني ايه؟ يعني لازم نشوف مجموعه من الامراض اللي ممكن تصيب قلب الجنين او امراض اخرى، بنعمل فحص للمخ، بنعمل فحص للقلب، وبنطمئن خطوه بخطوه بنطمئن على البيبي لحد ما نوصل بيه لبر الامان. اتمنى لكل ام، لان ده افري داي سيناريو، دي مريضه كل يوم وحامل كل يوم اللي بنشوفها اللي بيتقال لها روحي نزلي البيبي والبيبي ما كانش مفروض انه ينزل ومفروض انه يكمل. والله والله يعلم الله ان هدف هذا الفيديو هو ده، ان لازم ان كل واحده يتقال لها روحي سقطي الجنين عشان سمك القفا ما بقاش هو العلامه الواحده، لازم بناخد سمك القفا مقاس عظمه المناخير طول الجنين علامات الشرايين الكبديه فحص مبدئي اولي للقلب وبعدين معادلات من الدم وبعدين لو حصل فيه ان في ريسك او خطوره او بينت لنا ان في مشكله بنبدا نعمل سحب عينه من المشيمه او من السائل الامنيوسي ولازم يتعمل بتقنيه وراثيه عاليه جدا تقنيه حديثه عشان توري للناس الاساس او الكروموزومات كلها اللي موجوده في البيبي. وربنا يدوم عليكم الصحه ليكم ولاولادكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو ده. انا فعلا بشكرك انك يعني اديتينا الفرصه دي وان شاء الله يعني نشوفك في حمل تاني وربنا يطمنكم على البيبي دايما على طول ان شاء الله. شكرا شكرا.